محمد بن شمس الدين ينسب نفسه لأهل المذاهب السنية، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. اسأل الأحناف يعني يقول لك أنا على مذهب السلف، أنا أنتسب إلى أئمة أهل الإسلام كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل. اذهب إلى الحنابلة، أئمة الحنابلة، لا أحد يقول لك أن هذا من المعتبرين في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأن هذا مذهب الوهابية، هم غلاة المذهب الحنبلي. يعني الشواذ في المذهب الحنبلي ينتسبون إلى المذهب الحنبلي، هذا معروف على الوهابية. محمد بن شمس الدين ينتسب إلى الوهابية، الشافعية كذلك الأمر يتبرؤون منه، المالكية يتبرؤون منه، الأحناف يتبرؤون منه، فهو ينتسب إلى أهل المذاهب. هذه يعني أفعال الوهابية حتى ينفق مذهبه بهذا الاسم. فالعوام الآن يعني يخدعون، يقولون هذا رجل من أهل المذاهب، هذا رجل من أهل السلف، هذا رجل من أهل، وهو حقيقة على مذهب المجسمة. لكن لماذا يقول هذا الكلام؟ حتى يمشي الكلام والفتاوى التي هي على مذهبهم. ولو فعل غير ذلك ما أحد يعني يأخذ أقواله، فالناس يخدعون بهذا الاسم وبهذا اللقب وبهذا الترويج، أنا على مذهب أئمة الإسلام. وعندما تذهب إلى أقوال أئمة الإسلام وتتفحص أقوالهم تجد أن هذا الرجل على مذهب الوهابية، ينقل أقوال ابن تيمية، ينقل أقوال ابن عبد الوهاب، وهذه الفرقة من المجسم.